سجل فريق منسقو استجابة سوريا وفاة 3 أطفال وإصابة 8 آخرين وتضرر أكثر من 6500 خيمة جراء الحرائق والسيول المطرية التي ضربت المخيمات الواقعة في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها منذ منتصف الشهر الفائت. المزيد حول الأرقام التي نشرها فريق منسقو الاستجابة لمجموع الأضرار التي أصابت المخيمات في هذه المادة. حديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا إبراهيم السويد مراسلنا من ريف إدلب. أهلا بك إبراهيم. مساء الخير. ما هي آخر التطورات إبراهيم على صعيد المخيمات على الأضرار؟ إلى أين وصل الحال إلى هذا اليوم؟ نعم، يعني حقيقة يعني شهر يعني كانون الثاني كان قاسيا على المهجرين هنا على الحدود السورية التركية. طبعا الأضرار كانت بالغة وعلى يعني امتدت بشكل يعني واسع في مخيمات إدلب. الأضرار يعني بدأت من مخيمات خربت الجوز غرب مدينة إدلب غرب جسر الشغور مرورا بالمنطقة الوسطى وشمال مدينة إدلب، والتي كانت يعني هي الأكثر عرضة يعني للفيضانات ولتدمير الخيام واقتلاعها نتيجة الهواء والأمطار. يعني 3 عواصف مطرية تسببت بأضرار بالغة جدا في تلك المخيمات، وتحديدا المنطقة التي حدث عليها هي منطقة معرض مصرين وكلي وحربنوش، إضافة يعني إلى كفر عروق هنا يعني عشرات التجمعات من المخيمات العشوائية كلها تضررت بفعل الأمطار. يعني حقيقة خاصة أن العواصف المطرية ضربت هذه المنطقة بشكل يعني كبير جدا. الشهر كان قاسيا جدا على الأهالي هنا. هل ما تزال هناك يعني إبراهيم عوائل دون مأوى؟ نعم، حقيقة يعني الكثير من العوائل قامت بتصليح بعض من خيامها، إضافة إلى أن هناك كانت بعض الاستجابات من قبل المنظمات العاملة هنا في الشمال السوري وخاصة في يعني المنظمات المحلية التركية كمنظمة وقف دار التركية، إضافة إلى منظمة الإيها التركية والأفاد التي قدمت بعض هذه الخيام إلى العوائل المتضررة في منطقة كفر عروق ومنطقة حربنوش في تلك المخيمات التي تعرضت لأضرار بالغة. لكن الحجم الاستجابة التي كانت بالنسبة لهذه الأضرار كانت يعني محدودة مقارنة مع الأعداد التي نشرتها يعني منسقو الاستجابة، تحدثت عن أعداد كبيرة جدا خاصة للأسف. أن نعم، خاصة يعني أن منسقو الاستجابة تحدثوا أن معظم مخيمات اليوم إدلب والمخيمات الشمال السوري أصبحت منكوبة نتيجة يعني هذه العواصف المطرية. يعني الوضع يعني الإنساني نعم في هذه المخيمات بما أنك صعب جدا. بما أنك ذكرت هذا الموضوع وذكرنا قبل قليل التصريحات من منسقو الاستجابة وغيرهم أيضا من المنظمات الدولية، لماذا هذا التقصير؟ يعني دائما نسمع عن مساعدات تقدم بشكل إسعافي ومؤقت ليومين ثلاثة وبعدين بيختفي كل شيء، يعني ليش المساعدات ما بيكون فيها شيء لقدام لبعدين؟ نعم، يعني حقيقة أو نوعية المساعدات المقدمة من هذه المنظمات هي مخيم يعني تقريبا يعني خدم أو يعني خدمات إسعافية أولية. اليوم إذا أردنا نتحدث عن هذه المساعدات، عندما نتحدث عن أن المنظمة مثلا من أحد منظمات هنا في الداخل السوري قامت بتقديم مثلا كيسين من البيرين أو التدفئة، هذه كم ستكفي؟
أكيد هي حل إسعافي يكفي ربما لأربعة أيام خمسة أيام. بعض المنظمات أيضا التركية المحلية قدمت يعني الخيام، لكن هي الخيمة التي تم تقديمها هي خيمة السفينة، هي أسوأ الأنواع التي يعني المعروفة هنا بالنسبة للمهجرين. النوع السفينة يتضرر بشكل كبير بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الأمطار. هذه المساعدات التي يتم تقديمها حتى الآن هي بشكل مؤقت. ربما الحلول الجذرية لهذه المخيمات هي بنقل هذه العوائل إلى المشاريع التي يتم إنشاؤها من قبل المنظمات التركية في الفترة الأخيرة، وخاصة أن وفود تركيا كانت قد زارت الحدود السورية التركية. لكن هذه المشاريع حتى الآن هي في طور التجهيز، بعضها اكتمل وتم نقل حقيقة بعض العوائل من تلك المخيمات التي تضررت إلى منطقة الحدود السورية التركية. هي مخيمات طبعا وحدات سكنية إسمنتية أقل ضررا بنسبة يعني أكثر من 80% بالنسبة للخيام. يعني مؤسف كثير، هذا يعني أشبه بالتبذير، أنك تقدم خيمة هي لا تصلح لأكثر من أيام معدودة. هي مشكلة أكبر بحق اللاجئين، أنه عم ينحسب أنه هو تم مساعدته ولكن للأسف بشيء هو ما عم يستفيد منه لبعدين. طيب مثل ما ذكرت قبل شوي أنت أنه في منظمات تركية والحكومة التركية اليوم لها دور بالداخل، هل عم تشوف هاي التفاصيل؟ عم بتسجل؟ عم بيكون في دراسة للوضع أكثر حتى ما يكون في هيك قصص عشوائية؟ نعم، يعني حقيقة الوفود التركية التي دخلت في الفترة الأخيرة دخلت إلى المناطق الحدودية فقط مع تركيا. اليوم عندنا نتحدث عن هذه المخيمات العشوائية المتضررة، هي على عمق أكثر من 40 كيلومتر من على الحدود السورية التركية. المنظمات التي دخلت بالنسبة لي حتى الإيها تركيا وغيرها تعمقت إلى الداخل السوري وشاهدت يعني حجم الأضرار. كانت هناك استبيانات في كل هذه المخيمات، وأنا أتابع يعني عبر المجموعات التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير من يعني مدراء المخيمات تتواصل سواء كان مع منسقو الاستجابة أو حتى مع المنظمات المحلية هنا أو المحلية في تركيا والإيها التركية. هناك وعودات بنقل هذه العوائل من تلك التجمعات المتضررة إلى الحدود السورية التركية، لكن تبقى هذا الأمر حتى الآن ضمن الوعودات، لأن المشاريع الوحدات السكنية إذا أردنا أن نتحدث عنها وبحسب منسقو الاستجابة لا تتجاوز حتى الآن 10% إلى 11% تقريبا من مجمل المشاريع التي تم إنشاؤها هنا على الحدود السورية التركية. لأن هناك مشاريع أيضا في منطقة ريف حلب وغيرها، اليوم نتحدث عن مشاريع فقط إدلب، هناك مشاريع مقدمة من الإيها التركية وغيرها من المنظمات، لكن هذه المشاريع لا تكفي كل العوائل المتواجدة هنا في الداخل السوري. هل من جديد على صعيد المساعدات ربما من منظمات أخرى إبراهيم؟ نعم، بالنسبة للمساعدات لا تزال يعني الجمعيات الخيرية هنا العاملة في الداخل السوري، واليوم أيضا شهدنا أحد الجمعيات التي تقدم مادة الحطب والبيرين إلى المخيمات المتضررة. هناك يعني جدول زمني بحسب ما شاهدناه نحن هنا في منطقة كفر عروق ومنطقة كلي وغيرها، تقريبا بالمجمل المخيمات المتضررة كانت قد وصلتها هذه المساعدات الإنسانية. المساعدات الإنسانية شملت يعني هناك بعض الخيام التي تم تقديمها من قبل هذه المنظمات إضافة إلى المواد الأساسية للتدفئة. طبعا كل هذه المساعدات أعيد وأكرر أنها مساعدات إسعافية، لأن اليوم نتحدث عن 120 كيلو من الفحم الحجري تم تقديمه لألف عائلة أيضا في منطقة باريشة، أيضا مثله الكثير يعني تم تقديمه في منطقة كفر عروق وكلي. لكن كل هذه المحاولات لا تطور أبدا طبعا لانتشال الأهالي من الضرر الذي حدث جراء العواصف المطرية التي حدثت في شهر كانون الثاني. لا تطور أبدا على حال اللاجئين سوى المأساة زايدة يوما بعد يوم. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، مراسلنا من ريف إدلب إبراهيم السويد.